مو يعني ما تقدر تقول شخص معين حتى لا تغبن الآخرين. هو أكو قريب، لكن قريب لنفسك. لكن بحكم الظروف أيضا كانت أنا عندي علاقة مسبقة مع ألكسندر علوم. ألكسندر موجه له التحية. تحية واحترام، صديقي وحبيبي. فكانت عندي علاقة مسبقة مع، كان جامعنا عمل وتعرضت لموقف جميل معه وصرنا أصدقاء كلش يعني كلوسر متقاربين. شون شفته بشخصيته بالحقيقة وأيضا حتى من خلال كعمل مشترك بينك وبينه، يعني أنت عندك أدوار بينك وبينه. فهذا العمل لما توقف أجل هذا العمل اللي كان المفروض يجمعني مع ألكسندر، لكن بقت علاقتنا متواصلة. فبقى ألكسندر طبعا هو أشهر من عندي أكيد وسائل التواصل وكذا، لكن هو بقى متواصل وياي. بقى متواصل. فمن جيت هنا أنا عندي باك جراوند مع ألكسندر، وهو من ألكسندر بالشخصية الحقيقية يعني من الناس الطيبين. لا لا، كلمة طيب ما توفي حقه، يعني كلش كلش فتشي كلش ومساند يعني حتى إيه؟ مساند يعني ذكر يمكن حتى معاناته رحلته الطويلة من خلال حتى معاناته. أنه أنا ما أريد أذكر شخص وأنسى، لكن مثلا مهند ستار، شخصية رائعة وعظيمة وجميلة. تحية حبيبي، كلهم اللي أحكي لهم طبعا تحية واحترام. كل زملائي تعلمت منهم شيء، كل واحد تعلمت عنده في شيء معين. كل واحد طبعا أوجه التحية أيضا البابا عدنان الأستاذ الكبير أياد الطائي 6 عام. أستاذ أياد يعني أحبه حيل حيل أحبه.